نخش بقى العادات اللي بتدمر مين؟ الكلى. العادات اللي بتدمر الكلى اخبارها ايه؟ اول حاجه طبق الكليه بتاعتنا عايزه ميه، فالكليه بتاعتنا عايزه ميه، يبقى ايه؟ يبقى عايزه ميه. ميه يعني ايه؟ مش ميه يعني كل ما الاقي ميه اشرب وناس ماشيه بازاز ميه، لا، انت محتاج، الانسان العاقل الراقي المحترم محتاج من 4 لـ 8 كوبايات ميه في اليوم. الميه دي لازم تكون ميه راقيه. اللي في الحنفيه كلور ورصاص وبتاع، الميه بتاعت الحنفيه بتاعتنا اللي فيها كلور ارحم من الميه المعنيه المعنيه دي، يعني حدث ولا حرج، مليانه ميكروبات، مليانه رواسب، مليانه كذا. لكن على اي حال انا بقول للناس اوعى يعدي عليك يوم من غير ما تشرب 4-5 كوبايات عصائر طازجه، سوائل سخنه ينسون وحلبه وكراويه، او على الاقل ميه بس ما تكونش من التلاجه. خلاص، يبقى انت ليك كل 2-3 ساعات ايه؟ ميه. وعلى الاقل بكلام ربنا سبحانه وتعالى، وكلوا واشربوا. قال كده ربنا ولا لا؟ قال وكلوا واشربوا، فاذا اكلت 3 مرات فمن حقك ان تشرب 3 مرات. طب الاطفال ممكن ياكلوا 5، والحوامل ياكلوا 5 مرات في اليوم، ومرضى السكر ياكلوا 5 مرات في اليوم، يبقى من حقه اذا اكل ان يشرب. يبقى اكل الاول ولا اشرب الاول؟ اكل الاول. لو شربت الاول كده غلط صحي وغلط شرعي. طب في عيال قبل ما تاكل تقعد تشرب تشرب، هو بعد ما يشرب ده كله يقدر ياكل؟ احنا بنقول اللي تشرب كتير للناس التخينه اللي مش عاوزينها تاكل، ومع ذلك بتصرف الماء بسرعه وتاكل برضه. فخلينا مع ربنا، وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا، ترتيب ربنا صح، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. بص كده، شايف الراجل ده بيشرب، بس يا دكتور يعني اللي هي الزياده والنقصان، لو انا ما شربتش ميه، خلي بالك معايا، في بعض البنات والشباب بيخرجوا من البيت الصبح الساعه 6-7 ما بيشربوش ميه ولا سوائل الا لما يرجعوا من البيت يكونوا نتنوا كده الساعه 6-7 في الكليات العمليه. انا شفتهم بيجوا يكشفوا عندي. ده بيعمل ايه؟ بيعمل كونسنتريشن اوف ذا بلاد، بيركز الدم، فبيركز الاملاح في الكلى، فبيركز الدنيا، فبيعمل نقص في السوائل التي تصل الى الكلى والكبد، هيعمل لي زي اسكيميا. ممكن يجي له مغص كلوي، ممكن يجي له نغزات في القلب. يا جماعة ربنا لما خلق الماء ها أمرنا أن نشرب، مش أمرنا أن نصوم. طب لو أنا عندي محاضرات وعندي كذا، في كل أماكن والمدارس والجامعات في فرق ما بين المحاضرات والمعامل أو السكاشن، في نص ساعة أو ساعة لازم تشرب حاجة، ينسون حلبة كراوي لازم، حتى لو مالكش نفس لازم تشرب، هذا فرض. وكثرة الصيام يدمر الكلى. يعني ايه كثره الصيام؟ ما ينفعش الطلبه تصوم طول الليل وطول النهار، ده ما ينفعش، ما ينفعش. في ناس بنات بتجيلنا العياده بيخرجوا الصبح الساعه 6، خلي بالك ما بياكلوش ولا يشربوا ولا يخشوا الحمام الا ما يرجعوا 6-7 بالليل. ده زي الصيام، ده ألعن من الصيام. يعني صيام رمضان صيام وله اصول، انما ده ألعن من الصيام. فانا بقول للبيوت يا جماعه لو عندكم بنات صبيان كذا، بقول لك شربت الصبحيه 3 افواح، شربت النسكافيه بتاعه يخرب، وبتستنى لغايه ما ترجع بعد اذان المغرب عشان تاكل وتشرب، كده الكليه ضاعت، هتعمل حصوات في الكلى، كده هنخش كلوي. يا رب يكون كلامي واضح وبسيط. تنعلم اولادنا وبناتنا وانت في الكليه وانت في الشغل كل 2 كوبايات ينسون، كوبايه حلبه، كوبايه كركديه. انت ليك في اليوم لو هتشتغل 10 ساعات على الاقل 5 كوبايات سكر على الاقل. ها كده ولا كده؟ طيب شايفين؟ على الاقل 5 كوبايات سكر، طبعا عليهم جرس وشير وسبسكرايب وكده. خلاص، يبقى مهم جدا ان انت تبقى عارف وتقول لاولادك وتقول لبناتك ان احنا لازم نشرب سوائل دافيه. بالظبط كده، لما يقل الميه اللي واصله في الدم، احنا طبعا كل ما بنشرب بتمتص تروح للقلب تتوزع بتعدي على الكلى، لنا كميه معينه بنحافظ عليها في الدم وبعدين الباقي بيزيد. خلاص، انا لو شربت مثلا 4 كوبايات ميه، مفروض اطلع كام كوبايات ميه بول وعرق؟ خلي بالك معايا، لو انا في الشتاء غير في الصيف. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا بشرب سوائل مفروض ان ربعها طالع نفس وعرق. يعني لو شربت 4 كوبايات في كوباية منهم عرق ونفس، خلاص في نص لتر اللتر ده، فبخار المية اللي طالع مع الزفير معاه ايه؟ مية. واضح الكلام؟ طيب، وبعدين في جزء تاني من المية هيطلع عرق، سواء عشان انت شايفه ولا مش شايفه،
برضو من 200 ل 500 مللي. خلاص؟ طيب وبعدين عندنا كمان البول بقى. طبعا البراز عايز ميه لكن ما ينفعش اقول لك تشرب اربع كوبايات ميه، تخرج اربع كوبايات ميه، ده شغل مجانين. في بعض الاطباء مش فاهمه، يقول له ايه؟ يقول له مريض الكلى على قد ما تشرب من ميه، على قد ما تجيب من بول، على قد ما تشرب من ميه. ترضي ربنا؟ يعني انا بجيب كوبايتين بول اشرب كوبايتين ميه، والنفس النفس ده حوالي من 200 ل 500 مللي، يعني النفس ده بيطلع كوبايتين ميه، النفس بيطلع كوبايتين ميه كل يوم، والعرق شرحه، والعرق ده بيزيد في الصيف ممكن يوصل من نص لتر للتر، وبيقل شويه في الشتاء يوصل لكوبايه. ولو انا ما بعرقش يبقى مش هغير هدومي. واحد يجيني يقول لي انا ما بعرقش ابدا، يبقى ما بغيرش هدومك ابدا. ما هو معنى انت بتغير هدومك يعني ايه؟ يعني بتعرق بس انت مش شايف العرق. احنا ما بنشوفش العرق لما بيزيد، زي ضربات القلب. بنحس بضربات القلب امتى؟ لما تزيد، لما تطلع السلم، لما تجري، لما تتخانق. انما في العاده انا ما بحسش بضربات قلبي. طيب نقول الاخطر حاجات على الكلى، اول حاجه قلنا عليها قله الميه، طبعا زياده الميه اكتر. بصوا بقى الاكل الدسم ده زي ما هو بيسد، ها الاملاح، الاملاح العاليه ممكن قوي تتسبب في اما انها تبوظ لي الضغط، واما انها تترسب كاملاح وحصوات، واما انها تعمل لي بلاوي جديد. فعشان كده اقل حاجه بنقولها لبتاع الكلى، زي ما بيقول له حرام عليك انك تحرم نفسك ميه، حرام عليك انك تزود الملح. يبقى ما ينفعش الاكل مليان ملح ومخللات، وما ينفعش يبقى معايا جبنه رومي ولانشون ومش عارف كل ده ملح. هتودي ملح ده فين؟ يعني الملح بيزود ضغط الدم يا دكتور بالظبط. فالملح الكثير ازيد من اللازم هيخلي الكليه تفشل، واحد عوامل فشل الكليه زي الدخان بالظبط. طيب بص على الراجل ده الدخان، انت هتقول لي هو الدخان بيعمل سرطان اللسان واللثه، ولا الدخان بيعمل سرطان الرئه، ولا الدخان بيعمل قرح المعده، ولا الدخان بيبوظ الكلى؟ والدخان بيسبب فشل عضله القلب. اقول لك والله العظيم ناس بتيجي تكشف عندي عندها سرطان والتهابات في اللسان بسبب الدخان. طيب يبقى السرطانات بتاعت ال 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 احنا بنتكلم على الايه؟ على التدخين. بنقول التدخين بيعمل لي اثار مدمره في الجسم كله، ومن اول المخ للعين. اي حد بيدخن بص على عينيه كده، اي حد بيدخن بص على لسانه، بص على شفايفه. انا بشخص اللي بيدخن وهو داخل، رجل او امراه، رجل او امراه شفايفه زرقاء. خلاص؟ ليه؟ لان التدخين بيعمل لي هايبوكسيميا، يعني نقص في اكسجين الدم، وساعات يعمل لي فولس انكريز اوف ار بي سي، يعني ساعات يرفع زياده الدم، لان الهايبوكسيا بتعمل زياده كرات دم، وزياده كاذبه. يعني ايه زياده كاذبه؟ يعني نون فانكشن، مش شغاله. وهو المدخن او المدخنه شفايفه زرقاء، تحت عينيه سوداء، شكله كده معروف عليه غضب ربنا. ولسه بقول ان السجاير دي ايه؟ نجاسه. وان انت شايل نجاسه ما ينفعش تصلي بالنجاسه. وان انا شربت سجاير لازم اتوضى واغسل جوفي واسناني بالمعجون، والا تبص تلاقي ناس واقفه جنبك بتصلي وعماله تطلع دخان كانك قاعد في غرزه. طب انت مش قادر تطهر نفسك من الذنب، انا ذنبي ايه تشممني ريحه نفسك؟ طيب نتكلم بعد كده على ايه؟ على الكحوليات. الكحوليات يعني او في بعض الحاجات من الشعير عليها كحول زياده، والناس بتحب الكحوليات زياده قوي. الكحوليات الزياده ويشرب ويخبط في الازاز وفي الافلام، وجايب ازازه نبيز وازازه ويسكي وازازه فودكا وازازه. طبعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ياتي على امتي زمان يشربون الخمره يسمونها بغير اسمها. يعني ايه يسمونها بغير اسمها؟ ده فودكا، ده ويسكي، ده ايه؟ بيره، ده ها شامبانيا، شامبانزي. ده هتبص تلاقي كل واحد مسمي اسم، لكن هي في النهايه ايه؟ خمر. حلو الكلام. والمؤمن يعني قالوا له: انت شربتنا خمره، احنا شربنا خمره خلاص، مش كده؟ فما ينفعش ان انا اجرب، وما ينفعش المعصيه تتجرب. يعني كلام الافلام تعال نجرب، ما تبقاش كده قفل، تعال ندوق السجاير، تعال ندوق الخمره. انا شوف هقول لك على حاجه، صلى على النبي. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. انا عندي اليومين دول ناس كتير بتكشف عندي عندها ايدز. هناخد دلوقتي مرض الايدز. مرض الايدز ده نتيجه علاقات شاذه وتجربات فاشله. واحد راح لقى واحده ساقطه مع مجموعه من الشباب، هو عمل عمله ربنا اداله ايدز، كده بقى عار عليه وعلى اهله. يبقى مفيش حاجه اسمها تجربه حضرتك. يبقى انا اشرب سجاير سرطان معده وسرطان قولون وفشل كلى.
وعلى فكره اللي بيجي له فزع الكلى وبيجي عندي خلاص بطل دخان، طب ما اكمل الاول. طيب نرجع بعد كده للالكول. طبعا الالكول ده بيسبب لنا مصايب كبيره جدا جدا، من ضمنها ايه؟ الليفر سيروزس. وفي الكول يعني في الكهوليك، الكهوليك سيروتيك ليفر، يعني مرض مخصوص في الكبد. يعني اوعى تفتكر ان شرب الخمره ده يعني حاجه، والكحوليات والشمبار بالظبط. ما هو انت عندك الكبد بتاعنا ده هو المصفى، هو الاكل او الشرب كله بعد ما بينزل هنا بيعدي على فين؟ بيعدي على الكبد. كل الاكل وكل الشرب وكل الدواء بينزل من الامعاء على مين؟ على الكبد. كل الاكل وكل الشرب وكل الدواء بيعدي الاول على مين؟ على الكبد. يفلتروا وينقيه ويطلعوا على مين؟ على القلب. يبقى لو في اي دمج، توكسيد، ادويه، سموم، واحد شرب توكسافين وشرب كحول، كل ده يعدي على مين؟ على الكبد. يدمر مين الاول؟ الكبد. بعد كده يطلع يدمر بقيه الاعضاء. بيعمل تليف، بيعمل الكهوليك ليفر ديزيز سيروتيك. طيب نشوف بعد كده تاثيره، زي ما قلنا هيدمر لنا خلايا القلب. نشوف برضو ايه اللي بيبوظ الكلى. اللي بيبوظ الكلى اللي هو البين كيلرز. البين كيلرز عندنا اللي هم المسكنات. طبعا عندنا ناس رجلي بتوجعني اخد مسكن، ضهري بيوجعني اخد مسكن، عندي صداع اخد مسكن. والله العظيم ناس بتجيلي بتاخد مسكنات 10 سنين لغايه ما يحصل ايه؟ فشل كلى. كل ما يجي له مغص ياخد مسكن، كل ما يجي له دماغه يوجعه ياخد مسكن، كل ما يجي مسكن مسكن مسكن، قرحه معده وفشل كلى. يبقى ما باخدش مسكن على بطال، انا عندي الم في ظهري، اعالج الالم، شوف الالم مصدره ايه؟ يا ترى دي خبطه، يا ترى ده نقص كالسيوم، يا ترى دي املاح مترسبه، يا ترى انا بنام تحت مروحه وتكييف. ما اللي بنام تحت مروحه وتكييف بيبوظ له العضلات كلها، يقوم من النوم ياخد مسكن ولا يدفي نفسه؟ انا عايز اعرف، انا عندي مشكله عامله لي الم، اعالج مصدر الالم ولا اخد مسكن يبوظ لي المعده والكلى؟ يبقى البين كيلرز زيها زي الكحوليات، زيها زي التخدير، زيها زي المسكنات، زيها زي التدخين، زيها زي ما كل دول بيدمروا مين؟ بيدمروا الكلى. لايك والسبسكرايب. ان كنت قد احسن فضل برحمتي، كل فضل برحمتي فذلك فرحه خير من يجمعون، وان كنت قد اسات فاستغفر الله وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.